يعني شنو دور البعد الإيماني يا دكتور في هذه المعركة؟ البعد العقيدة في هذه المعركة، ثم وازع اليوم الديني هو اللي يدفع هؤلاء المقاومين لتحقيق هذا النصر، رغم يعني التفوق التكنولوجي والتفوق العسكري للكيان الصهيوني المساند اليوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من الألمان ومن عديد دول العالم اللي قاعدين يبعثوا في مساعدات اليوم عسكرية للقوى الصهيونية وللدولة الصهيونية. هذا صحيح. نعيد للتسمية، ردت إسرائيل بتسمية السيف الحديدي. السيف الحديدي، في أنا رجعت أحاول أن أبحث لماذا سمت هذا الدهريين الجدد في إسرائيل، يعني الذين لا يؤمنوا، يقدمون كما يقول اليهودي على اليهودية ويقدمون السيف على التوراة، لأنه يعني بمعنى أنه السيف في التسمية اليهودية أو في التراثهم مرادف أو بديل للتوراة، بمعنى ثم أنهم يقدمون الجسد أو يقدمون الدنيا على الآخرة، بمعنى أنهم لا يؤمنون بالأمر الأخروي وإلى غير ذلك. فهذا المقابل لهؤلاء الفتية المؤمنين بقضيتهم، بعدالة قضيتهم، الذين ينطلقون من القرآن الكريم، الذين تربوا على يعني ربتهم الحركة الإسلامية وشيخ أحمد ياسين على سنة الله ورسوله، على اتباع الحق وإلى اتباع كذا. ولذلك أيضا رأينا أنهم يتبعون في دقائق أنهم رأيت التوصية العام التي كان يوصي بها رسول الله مقاتليه: لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا امرأة، لا تنالوا من صبي، لا كذا. فهم كذلك، يعني أخلاقيات المعركة. لذلك أنا قلت منذ البداية أن الهزيمة لإسرائيل لم تهزم عسكريا فقط، إنما هزمت أخلاقيا واقتصاديا. الاقتصاد الآن، البورصة تغلق و تتراجع البنوك والمالية العمومية وإلى غير ذلك، فهم يخافون من تبعات هذه. رغم أن ما يقوله المسيري وهذا صحيح، أن الاعتماد المطلق على أمريكا وعلى الدعم للغرب. نأتي الآن لسؤالك، يعني أنه رأيت أنه الدعم الغربي والأمريكي بلا حدود، بل إنهم جعلوا منها أوكرانيا أخرى، وأن حاملات الطائرات وشفت القوة العسكرية التي نزلت في يعني الشرق الأوسط وبيت، لكن لحزب في موطن صغير يوازي 1% من أرض فلسطين. وبالمقابل أيضا أن أمريكا حتى وإن كان يعني في تاريخها لم تربح معركة واحدة ضد المقاومة، صحيح أنها لا تمارى في الجيوش المنظمة، وهذا ما تفعله إسرائيل. ورأينا أن هذه المقاومة التي تؤمن بعدالة قضيتها فإنها منتصرة بعون الله وإذنه على هذا الكيان الغاصب، وأخلاقيا حتى على هذه الدول التي لم تراعي الأخلاقيات، يعني وما تنادي في تاريخها من الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا، رأينا أنها كذبة كبرى. في المقابل أستاذ عامر، رأينا الضعف العربي المستكين، الصمت العربي، برغم وجود بعض الأصوات، منها صوت الرئيس التونسي الذي ثمن في غزة ودفعت، يعني رأينا أنه في المدارس الغزوية رفعوا العلم التونسي، وأن أيضا العلم التونسي حضر في الزواري الذي محمد الزواري. لا خليني أقف معك الساعة حول البيان وتثمين موقف الرئيس التونسي. الرئيس التونسي اللي أرفع في حملته التفسيرية شعار التطبيع خيانة عظمى، ولكنه طوال مسيرة حكمه لم نشهد منه إلا تطبيعا مع الكيان الصهيوني، باش ما نغلطوش الناس، باش ما نغلطوش، لأنه التصريحات والبيانات والبلاغات حكاية، ولكن الفعل حاجة أخرى. ما تنساش أن الرئيس التونسي امتنع عن استقبال الوفد الغزاوي ووفد حماس سنة 2021. ما تنساش أن الرئيس التونسي امتنع عن منح الجنسية التونسية لزوجة الشهيد محمد الزواري.
ما تنساش أنه الاقتصاد والمبادرات التجارية مع الكيان الصهيوني ارتفعت بشكل غير مسبوق في سنة 2022. ما تنساش أنه صححنا في تونس على اتفاقية امتنع الرئيس بن علي في 2008 على إمضائها. ما تنساش أن وزير الدفاع التونسي جلس على نفس المائدة في اجتماع لحلف الناتو مع وزير الدفاع الإسرائيلي. ما تنساش أن لجنة بودن رئيسة الحكومة السابقة يعني تبادلت الدردشة والحديث والابتسامة مع رئيس مع الرئيس الإسرائيلي خلال قمة المناخ. ما تنساش أن نجلة بودن استقبلت بالأحضان عراب التطبيع الإمام الفرنسي الجنسية حسن الشلغومي الذي قال في لحظة من اللحظات نحن لا نقول الله أكبر بل نقول فرنسا أكبر. يعني هذه أحداث لا يمكن للذاكرة التونسية أن تنساها ولا يمكن أن تغتر مرة أخرى بشعارات يرفعها هذا المنقلب الذي نعاني منه الآن ونعادي من استبداده. ومن استبد على شعبه وقهر شعبه لا يمكن أن يطلب الحرية لشعوب أخرى. سي محمد أنا معك، واضح كونك يعني دققت مليا في تاريخية هذه الأشياء، فلا أنا لا أعارض في ذلك، لكن نتولى ظاهر الكلام ظاهر القول، ولكن أرجو أن لا يكون مثل تطبيع يعني خيانة عظمى. ولكن بالمقابل علماء الحديث يقولوا من كذب علينا مرة فلا نصدقه أبدا. صحيح، السيد كذب، حدث وكذب، وعد وأخلف، أقسم وأخلف أيضا، وبالتالي يعني نوع من تزييف الوعي أنه نصدقه مرة أخرى. صحيح، هو هذا معك على طول، بل إن هذه الانتفاضة أو هذه الطوفان الأقصى عدل يعني هذا الصراع بين الثورة والثورة المضاد. لكن ما أردت أن أقوله أستاذ عامر أنه تونس حضرت في غزة، حضرت بكثافة مع محمد الزواري. نعم معك،